انا صايم السنه دي. لا انا عمر، عمر انت طبعا هتصوم طبعا. عمر صايم يا عم، ليه عمر تاني سنه هذه تصوم؟ ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيه. وحمد السلام كمان عليكم. احيانا بصوم كده. ربنا يبارك لك فيه. كيف الشباب عندك؟ لا ما شاء الله كله صايم السنة دي، يعني الحمد لله. الكورونا دي لها فوائد برضو. والله كورونا لها فوائد كثير، سبحان الله، الضارة النافعة. لأنه الحمد لله يعني كان في وقت كثير مع العائلات، الأولاد أكيد ما بيطلعوش ولا حتى بيفكروا إنهم عاوزين يخرجوا، فبتكون في فرصة يعني. خلي بالك صحيح. إحنا لايف، إحنا الفيسبوك بس. أنا فاتح الزوم. أيام هو زوم متواصل على الفيسبوك. كويس. طيب نبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. تفضل حاج ابو نزار. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى، وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى، الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى. بارك الله فيكم. إن شاء الله. طيب شرح، حد مستعجل؟ إن شاء الله. تفضل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى، والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بارك الله فيك. من بعد الحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بارك الله فيك حج ابو الفاشل. لين الله تفضل حج. والتين والزيتون. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. على ذلك من الشاهدين. أخ أيمن. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. 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 أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أو أمر بالتقوى. أو أمر بالتقوى. مزبوط. مزبوط. كمل فضل. أرأيت. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. ناصية كاذبة خاطئة. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع نادية. فليدع. فليدع نادية. سندع الزبانية. ألا لا تطعه واسجد واقترب. لا تطيع. تطيعه واسجد واقترب. 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 بارك الله فيك. أنا السبب. الله. حاج محمود.
أبو محمود. نعم. تفضل حاج. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن إنا أنزلناه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ما ليلة القدر. ليلة القدر. ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. 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 تنزل الملائكة والروح. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. بإذن ربهم. بإذن ربهم من كل أمر. 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 من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. عاد قلت أنا. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ما تقولش أمر. أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بإذن ربهم من كل أمر. نعم. سلام هي حتى مطلع الفجر. حتى مطلع. حتى مطلع الفجر. مطلع. مطلع الفجر. مطلع الفجر. مطلع الفجر. طيب فضل حد لم يقرأ. Anyone did not read. أهلاً محمد، كيفك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا محمد؟ الحمد لله. يلا تفضل حبيبي اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. جاءتهم البينة. قل الآية بقى كلها تاني. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم. I have to go. تفضل حبيبي. I have to go. Okay, تفضل go. You can go. Okay. تفضل أبو نزار. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بارك الله فيك. كويس يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش كالعهن وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بارك الله فيك. حاج جميل أبو باسل. أبو باسل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله فيك. أبو محمود تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمذا الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا يحسب أن ماله أخلدا يحسب أن ما تقولش يحسب أن طوش ضم يحسب أن ما له أخلده يحسب أن ماله أخلده. نسمع صوتك يا شيخ بس. نعم. لا ما عندك محل. سوري. لا حضرة. بذن في الحطمة. حاج معلش ما سمعتكش. قولي يحسب أن تاني كده.
يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة يطلع على ما تقولش تطلع يطلع على الأفئدة التي تطلع على التي تط التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بارك الله فيك أخ أيمن بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول بارك الله بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أبو نزار شكله ميوت وشغال من غيره هو كده أبو نزار تفضل سورة المعون بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بارك الله فيك حج أبو باسل نعم تفضل نصر إذا جاء أي باسل ربعي أي عبد الله كنت إذا جاء نصر الله فتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا حجب محمود المسد بسم الله الرحمن الرحيم
خبت يدا أبي لهب وتب أبي لها أبي لا تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب 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 ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب حمالة الحطب حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بارك الله فيك. أخ أيمن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أخ وسيم الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن شاء الله يحفظنا أن نعمل دعاء الخاتم ونؤمن بإذن الله. نعمل دعاء الخاتم ونؤمن. بس اذا في اي اسم يطلع من ناحيته نويز بنعمل له ميوت عشان ما حتى لو شاشه الاخرين. ان شاء الله. يلا تفضل ادعي. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد وأنت على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا
واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم إنا نسألك عيشة هنية ومهنة سوية، مودة غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثق الموازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا. ونسألك اللهم العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم، نسأل الله القبول. جزاك الله خير شيخ، الله يتقبل يا رب. آمين. جزاكم الله خير شيخ. أول عشر الأواخر يعني من المغرب اليوم، من المغرب اليوم أول عشر الأخر، يعني نجتهد أكثر في العبادة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان، ونحاول يعني نحن نستغفر الله عز وجل ونقرأ القرآن كل شيء إن شاء الله. اليوم معك الشيخ عزة راشد اليوم بعد العشاء إن شاء الله. صحيح معنا، الله يجزيك خير، ذكرتنا معنا الشيخ عزة راشد. نعم اليوم إن شاء الله بعد الصلاة يعني الساعة 8 أو ربع كده، فإن شاء الله يعني
ان شاء الله تكون سارة طيبة ومباركة ان شاء الله. ويبدو انه ان شاء الله ممكن يكون معنا واحد اخ كمان يبتهل، اخوه يعني اخوه مبتهل كمان في اداء القران الكريم، اذا تيسر ان شاء الله هو كمان بيحضر. يا ريت جيب لنا كمان الشيخ تبع كوينزلاند محمد، الشيخ محمد كمان بركي بيكون له شيء مداخل هيك حلو كمان من عشيه. ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله بنشوفه، لانه هو بيسجل من الساعه 8 للساعه 9 ما شاء الله بنبدا نجيبه في رمضان، فاذا هو موجود نخليه يتصل ان شاء الله. يتصل ان شاء الله. الله يبارك فيكم جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.